كنا قلنا لحضراتكم في الانترو انها حقا عائلة اهلوية اصيلة بامتياز جذورها في الاهلي من اكثر من 40 سنه. العيله كلها يمكن يعني بتعشق كره السله، بدايه من الاب كابتن محمد السلعاوي الاسطوره اللي كان محطم الرقم القياسي ومحط انظار العالم كله في اولمبياد لوس انجلوس على سبيل المثال. كمان معانا الابن احمد اللي ورث اللعبه، ورث حب باباه للنادي الاهلي واخر العنقود، عنقود الموهبه نادين اللي محققه النهارده ارقام قياسيه في دوري الجامعات الامريكيه. نادين صح؟ اه وهبدا بيكي طبعا. اهلا بيكم، منورنا منورنا كابتن محمد. كابتن احمد، كابتن نادين، منورنا في البيت الكبير. وزي ما قالت سهام يعني عائله اهلاويه خالصه، وما شاء الله على المستوى طبعا الاب و بيحقق ارقام كبيره جدا، ويعني بيقولوا اللاعب اولمبياد، وقليل جدا تلاقي في مصر لاعب اولمبياد. احمد منورنا، طبعا لاعب النادي الاهلي الفريق الاول، حصل على بطولات كتيره جدا جدا. ونادين حكايه مختلفه شويه، الولايات المتحده وكسر ارقام كبيره جدا. بنرحب بيكم في البيت الكبير، منورنا. الله يخليك. تبداي مع مين يا سهام؟ عايز ابدا مع نادين. اتفضل. لان من وانت صغيره ناس كتيره جدا كانت بتتنبأ لك بمستقبل كبير جدا في اللعبه دي، ليه كانوا بيتنبؤوا التنبؤ ده؟ وانت كمان ازاي اشتغلتي على نفسك بعيدا عن باباكي؟ ازاي اشتغلتي وطورتي من نفسك يا نادين؟ انا من وانا صغيره كان حبي للعبه شايفه اخواتي الاثنين بيلعبوها، احمد وكريم. احمد وكريم شايفه برده بابايا ومامتي دايما يحكوا لي، يعني حبيت اللعبه. كان نفسي ابقى زي بابايا، كان نفسي اطلع زي مامتي. مامتي كان نفسها برضه ان هي تسافر وهي في سني وتحقق حاجات، فهي زرعت ده فيا من جوايا، وزرعت فيا حته ان هو انا احاول واوصل واعدي واكتاس حاجات كتيره جدا عشان اقدر احقق اللي انا عايزه احققه. الحمد لله يعني كان في ناس كتير جدا مساعداني، مدربين كتير جدا اتمرنت معاهم، كان عندي سبورت كبير قوي من الاهلي ومن اهلي عامه اللي انا اكمل واوصل، وكان شايفين فيها حاجات ممكن انا في وقتها وانا صغيره ما كنتش يعني شايفاها. صح. بس هم بداوا يزرعوها فيا ويكبروها واحده واحده، وقدرت الحمد لله ارسم طريق لنفسي واهداف اللي انا عايزه اوصل لها واحققها. فحطيت كل السلبيات على جنب وبصيت للايجابيات بس، وقدرت الحمد لله يعني اعمل اللي انا كملت. ده من وانت عندك كام سنه؟ وانا صغيره، من وانا مثلا عندي 14 سنه كان عندي بلان. طبعا كابتن محمد وكابتن احمد تاريخ كبير، وطبعا نادين استكمالا لهذا التاريخ العظيم. لكن طبعا هتواصل مع حضراتكم، لكن عندنا تقرير فريق الاعداد محضر تقرير عن عائله السلعاوي الاهلاويه جدا. نشوف التقرير ونرجع مع ضيوفنا الكرام. هو واحد من أساطير كرة السلة المصرية على وجه العموم والأهلوية على وجه الخصوص، وكبير عائلة أهلاوية لها تاريخ طويل يقترب من نصف قرن داخل القلعة الحمراء. هو محمد سيد سليمان السلعاوي، حصل مع الأهلي على لقب للدوري واثنين لكأس مصر وخمس بطولات لمنطقة القاهرة، إضافة إلى حصوله على لقب بطولة إفريقيا للناشئين عام 77، كما حصل على لقب هداف دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1979، كما توج بلقب هداف بطولة إفريقيا للرجال عام 1983 والتي احتضنتها الإسكندرية، وحصل فيها منتخبنا على اللقب القاري، وحصل حينها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من يد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك. وبفضل هذه البطولة تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، وكان له شرف حمل العلم المصري في حفل افتتاح هذه الدورة، وامتدت إنجازاته لحصد لقب هداف هذه الدورة برصيد 179 نقطة من 9 لقاءات، وهي البطولة التي شارك بها العديد من نجوم العالم، ولعب السلعاوي أكثر من 300 مباراة دولية.
تزوج السلعاوي من إيمان البدراوي لاعبة الأهلي السابقة والتي بدأت حياتها في صفوف ناشئي الأهلي وتم تصعيدها للفريق الأول وهي لم تتجاوز 16 من عمرها، وقدمت مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات قبل أن تقرر الاعتزال وتتجه للتدريب، وأنجبا كريم وأحمد ونادين وجميعهم احترف كرة السلة. لكن الحظ لم يبتسم لنجله الكبير كريم والذي اعتزل مبكرا بداعي الإصابة، فيما ظهر أحمد بشكل مميز خلال وجوده داخل قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وحصد معه دوري السوبر مرة ولقبين لكأس مصر وثلاثة ألقاب لدوري المرتبط وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2016 وتصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية بتنزانيا عام 2017، كما حصل مع المنتخب الوطني على ذهبية بطولة دبي الدولية عام 2013، وحصد مع المنتخب البطولة العربية في مناسبتين عامي 2015 و2017، كما حصل مع المنتخب على فضية دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو برازافيل عام 2015، كما شارك مع منتخبنا الوطني في ثلاث بطولات إفريقية أعوام 2015، 2017 و2019. وبالحديث عن نادين وهي آخر حبة في عنقود العائلة الأهلوية، فسنجد أنها قدمت مستوى مميزا خلال وجودها في قطاع الناشئات، مما دفع الجامعات الأمريكية للتهافت عليها وإرسال العديد من العروض لها للعب ضمن صفوفها. وقدمت نادين أداء مميزا خلال السنوات التي قضتها داخل الأراضي الأمريكية، ونجحت في حفر اسمها بأحرف من ذهب بعدما حصلت على لقب أفضل محترفة في الدوري الأمريكي للجامعات في أول عام لها هناك، ثم استطاعت كسر الرقم القياسي المسجل بدوري الجامعات بعدما سجلت 2070 بفارق 100 نقطة عن صاحبة الرقم القياسي السابق، كما حققت رقما مميزا بالحصول على أكثر من 700 متابعة للكرة في الدوري الأمريكي، واختتمت مسيرتها العام الماضي بالحصول على لقب أفضل لاعبة في الدوري في إنجاز كبير. عائلة السلعاوي قدمت الكثير للنادي الأهلي ويسعى أعضاؤها لتقديم المزيد من الإنجازات والبطولات للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. رجعنا مع حضراتكم، وتاريخ كبير جدا كابتن محمد، يعني تاريخ ما شاء الله احنا بنشوف بداية من حضرتك لأحمد لنادين ما شاء الله بطولات كتيرة جدا وتاريخ كبير جدا، بس هبدأ مع حضرتك البدايات، دايما البدايات بتدي مؤشر للنهايات، بداية حضرتك كانت ازاي اعتقد في نادي القاهرة وانتقالك للنادي الاهلي وبداية مشوارك مع كرة السلة؟ انا في اول في البداية عايز ابارك لك وبارك الاستاذ سهام على القناة وعلى يعني التطور اللي حصل، وده يعني حاجة مفخرة يعني بصراحة، ويعني في تطور حصل كبير جدا في القناة في الفترة، انا بقالي فترة يعني ما جيتش. بدايات كانت بدايات عادية، كنت في نادي القاهرة و مش عادية، كانتش البدايات عادية، انت كنت جاي نجم كنت من نادي القاهرة للنادي الأهلي. جيت بعد الأولمبياد على طول للنادي الأهلي. يا حضرتك رحت الأولمبياد وانت حضرتك في نادي القاهرة. ايوه شيء مميز ان في لعيب كانوا نادي القاهرة كان بيلعب درجة تانية لسه، والنادي الأهلي طبعا تاريخه العريق كان بيلعب في الدوري الممتاز، ونادي الأهلي كان يعني كان بينه وبين الزمالك، بس انا اخترت النادي الاهلي وفضلت ومضيت ولعبت في النادي، ومن ساعتها يعني لعبت ودربت ودلوقتي في اللجنه بتاعت الملاحظه الملاحظه ان انا يعني لاحظتها ان طبيعي جدا لما بتروح منتخبات وبتلعب دورات كبيره كاس عالم اولمبياد ده بيبقى انت لعيب في النادي الاهلي في نادي الزمالك، يعني بتكلم على مستوى الكوره، اعتقد ده كمان على مستوى كره السله، لكن ان لعيب مميز في نادي درجه تانية في نادي القاهره وبيختاروه عشان كمان يروح اولمبياد ده شيء مهم جدا، واعتقد كان في معركه صحيح. كبيره جدا ما بين الاهلي والزمالك على ضم حضرتك في ضمي، بس انا بقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك فضلت النادي يعني الاهلي، ولان فعلا احب النادي ولعبت فيه لغايه لما اعتزلت،
ومن خلاله طبعا زاد ارتباطك طبعا ارتباطي بالنادي وزاد ارتباطي بكرة السلة، وعن طريق النادي قدرنا نعمل فرقة كويسة وقدرنا نكسب دوري ونكسب كاس ونكسب منطقة القاهرة يعني كأكتر من مرة، وبدأت نحط الشكل العام بقى أحسن بالنسبة للسلة في النادي الأهلي يعني. طبعا مدربين كتير اثروا فيا، بدا من نادي القاهره كابتن العباي، وفي مدربين كتير في النادي الاهلي برضو وفي المنتخب مصر، لان طبعا انا قعدت فتره من 76 لغايه 92 93 ككابتن لمنتخب مصر في الفتره دي، خلال كاس عالم مرتين، خلال اولمبيات مرتين، ف يعني الحمد لله يعني قدرنا 37 سنه ما خدناش بطوله افريقيا على فكره. يا اخي البطوله كانت في اسكندريه طبعا، واسكندريه دي لها طبعا وضع خاص بالنسبه للباسكت، كانت أكيد. في الصاله في اسكندريه وقدرنا نكسب البطوله وبشكل جميل جدا، والناس كلها اتعاطفت، وكانت الناس كلها يعني قبل ما نروح الاولمبياد كانت مهتمه جدا بالباسكت، وده من الحاجات اللي ساعدت على انتشار اللعبه اعتقد. صحيح. بعد كده يعني صف لنا كابتن الاجواء ديت، لان اكيد اجواء كانت مختلفه، نتكلم من 84 تقريبا ما لحد دلوقتي ما رفعناش، يمكن ما حققناش البطوله دي مره ثانيه. لا ما حققناش فعلا. انتوا يعني ما شاء الله عملتوا انجاز تاريخي، مع الرغم ان النهارده في اساليب للتدريب حديثه جدا واسرع وتقنيات وكل حاجة، ومع ذلك يعني الإنجاز ده من 84 لم يحدث لحد دلوقتي. هو 83 هو طبعا الإمكانيات دلوقتي اختلفت عن الأول بزمان، دلوقتي كل حاجة بقت سهلة أن تحصل عليها من صح. ناحية الدواحي التدريبية والخطط وكل حاجة بقت سهلة جدا، لكن الفرق بين دلوقتي والأول أن احنا كنا عايزين نسبة ان وجودنا ونسبة ان في فرقة كويسة في مصر، وان مصر تتسايد السيادة الافريقية. نعم. والحمد لله احنا قدرنا في خلال فترة لعبنا ان احنا يعني نمتلك عرش افريقيا والعربية طبعا. والدورات العربية كانت تتغلبت يا كابتن على مايكل جوردن يعني في الأولمبياد. يعني ابرز طبعا في الاولمبياد ابرز يعني اسماء اللعبة دي. طيب احمد بأمانة انت اشطر ولا نادين في اللعبة دي؟ انا بالنسبة لي طبعا اقول نادين. انت اطول يعني. ربنا شايفك هو اطول. انت عارف بيقول لي طولك مترين وكم؟ اتنين. اتنين متر اتنين سنتي اعتقد، من يعني ما شاء الله يعني من اطول اللعيبة الموجودة موجودة في لا هو نقدر نقول في افريقيا ولا على مستوى مصر؟ لا في اطول يعني، في لعيبة اطول ومعانا في الفرقة في ناس كتير اطول فعلا. يعني فعلا ده حقيقه. انت عشان برضه طبيعه مركزك، احنا عندنا في الكوره دايما بيحبوا مثلا السردباكات يبقوا طوال شويه، هل برضه في السله في نفس طبعا هو الطول مهم في الباسكت يعني. بس في لعيبه برضه كتير قصيرين يعني. بس انت مركزك محتاج طول وسرعه كمان، فانت ما شاء الله محقق المعادله دي. دي حقيقه. بس ما انت ما جاوبتش برضه. انا بالنسبه لي اتمنى يعني نادين تبقى اكيد احسن يعني اكيد. يعني انا فخور بيها جدا وفخور باللي عملته في امريكا، وفخور يعني انا من الناس اللي كانت في الاول رافضه انها يعني تسافر سافر. كنت فعلا. خايف يعني من اوروبا وبنت يعني انها تروح برضو امريكا ويعني ثقافه تانية وبلد تانية وهي مش متعوده على كده، بس هي كانت مصممه على كده جدا، وهي دي كانت رغبتها، واحنا في الاخر كلنا كعيله يعني سندناها. والحمد لله يعني بعد 4 سنين هي رجعت يعني الحمد لله، عملت ارقام في امريكا هتبقى اظن هتبقى صعب انها تتحقق بعد كده. صحيح. ارقام شفناها في التقرير ارقام كبيره جدا. بس عايز اتكلم قبل ما نروح برضو لنادين ونشوف هي كمان الموضوع الغربه، موضوع ان بنت تخرج مش مثلا كمان اوروبا، انت بتتكلم على امريكا، ازاي عاشت القصه ديت وازاي قدرت تندمج بسرعه وازاي كمان دخلت وعملت ارقام قياسيه. لكن كلمني انت كمان بداياتك، انت طبعا من قطاع الناشئين ولاد النادي، بداياتك ازاي مع النادي الاهلي ومشوار البطولات الطويل لغايه دلوقتي؟ طبعا ابتديت في النادي الاهلي، اكيد لقيت نفسي في النادي. صح. اتمرنت من وانا عندي 6 7 سنين يعني، اتدرجت في كل الفرق الناشئين، كنت كابتن فرق الناشئين كلها يعني تقريبا. جالي فرصة ان انا يعني اتصعدت وانا عندي 16 سنة بطولة افريقيا الناشئين، كنت مأدي فيها كويس وبعد كاس العالم، فجالي فرصة ان كان في جيل برضو كان بيخلق يعني كان المعدل الاعمار فيه زيادة، فحصل احلاله تجديد، فجات الفرصة الصراحة يعني على طبق يعني من فضة يعني الصراحة، وطبق من ذهب زي ما بيقولوا.
يعني جالي فرصه ان انا العب من بدري جدا في الدرجه الاولى. انا حتى يعني من عندي 16 سنه تقريبا، ده 8-9 موسم ليا وانا يعني لسه عندي 25 سنه يعني. ان شاء الله برضه كويس. انت حلفك الحظ بس كريم طبعا عشان اصابته فخلى الموضوع يعني يمكن توقف بالنسبه له كابتن محمد. كريم خد بعد ما وصل ل 20 سنه خد الكادر التعليمي شويه، هو ما شاء الله دكتور والتحكيم هو ما شاء الله دكتور في الاكاديميه البحريه ما شاء الله، بيدرس لوجيستيك والتحكيم، وهو من احسن الحكام على مستوى افريقيا في 3-3. ما شاء الله ما شاء الله. نادين مامتك كمان عضو من اعضاء النادي الاهلي وفي العيله، ويمكن افتكر قصه الحب دي بدات في النادي الاهلي مش كده؟ فعلا نادين انت بقى ماما كانت بتساعدك اكتر ولا باباكي؟ عشان طبعا هو في اللعبه ديت، مين اللي كان بيشجعك اكتر او حريص اكتر على ان انت تخوضي المجال وتبقي لاعبه من طراز فريد؟ بصي الصراحه مامتي كانت معايا قوي في الموضوع ده. يمكن بابايا في الاول كان مركز مع احمد جدا عشان برضو الولد هو اللي هيشيل الاسم في الاخر. مش معاكي؟ يعني بابايا ممكن كان عارف ان انا كويسه كابتن فريق وبتصعد على طول وكده، بس ممكن ما كانش يعرفني قوي، او يعني لما شافني بلعب وبأدي ويسمع عني وبدأ يجي لي اكتر وبدأ يعني يشوف فيا، متخيل قدراتك. يعني الاول بس هو كده كده احنا في الباسكت مش يعني مش بنحب ان احنا كلامنا كله في البيت يبقى عن الباسكت. امال يعني كلامكم في البيت عن ايه خالص؟ أي والله حاجة مش اي حاجه ثانيه. ما جواب عن الباسكت أنا يعني بالظبط اخر حاجه ممكن نتكلم فيها فعلا. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها يعني كفايه التدريب وكفايه يعني التاريخ الكبير. لا يعني معلش انا معلش في السؤال اللي دايما يعني سالته لك قبل كده، ازاي طلعتي؟ يعني دايما بنتكلم ان اللعيب الصغير المحترف حتى على كره القدم انه يطلع بره وانه يخش مجتمع، واحمد كان بيقول ان كان في قلق شويه من الحته دي، انك ازاي تطلعي بره ومجتمع جديد ولغه جديده. عملتي ازاي ده يا نادين؟ وكان عندك الجراءه والشجاعه انك تخشي يعني تخشي وسط ناس عندهم ارقام كويسه؟ عارفين دوري الجامعات في امريكا حتى على مستوى كره القدم دوري قوي جدا. فعملتي ده ازاي؟ انا الحمد لله باصراري كنت سايبه كل سلبياتي على جنب، كنت بصل الايجابيات بس. انا يمكن حسيت ان انا وصلت امريكا او ان انا فعلا مسافره. فكره امريكا اصلا احكي لي يعني هديني بس من بدري شويه الفكره نفسها. انا من وانا صغيره، من وانا يعني اول لما بدات لعبت بطوله افريقيا طلعنا خدنا مركز تاني، سافرنا نلعب كاس عالم، بدات اكون صداقات. كان فين في كاس عالم؟ كان في التشيك. اوكي. بدات اكون صداقات مع ناس تانيه في اسبانيا، في امريكا كمان بنتكلم مع بنات مش عارفه ايه. حسيت ان هو عجبني جدا اسلوب تفكيرهم، ان هم عايزين كلهم بيتكلموا على الدوري الامريكي وان هي ستاب كويسه جدا، وان هو اصلا كاس العالم ده بيبقى فرصه لان الناس تيجي تتفرج علينا. وفعلا ده اللي فتح لي ابواب كتير وخلى الحمد لله ناس كتير. انا كنت ساعتها طالعه الخمسه هدافه على كاس العالم. يعني في ايجنت كلمك بعد كاس العالم وعرض عليك؟ كان في ناس بدات تتكلم معايا ومدربين، انت ما بتفكريش تحترفي في امريكا ليه؟ يعني ممكن يبقى عندك فرص. كنت ساعتها لسه برضه صغيره، الموضوع بدا يكبر في دماغي، بدات اشوف نفسي فعلا ان انا اقدر اعمل كده. اخويا يعني هو في سني، في السن ده كان جاله الفرصه ان هو يسافر امريكا، بس ساعتها هو رفض. يعني هو حب ان هو يقعد هنا في مصر ويبقى يعني وسطنا، بس شاف بقى الحلم ده فيا برضو ان هو لا. يعني بعد الاول ما كان ضدي بقى يقول لي لا سافري، الفرصه لو راحت مني بقى خديها انت. عشان شاف ان هو كان في كذا حد معاه قدروا ان هم يسافروا كده، فقال لي لا يعني شايف ان هي يعني تجربه بتبقى ناجحه فروحي واكتسبيها. وما بتحصلش كتير. ما بالظبط طبعا. وفي البنات كانت كمان الموضوع اصعب، يعني كان في العادي ان الولاد بتسافر عادي، في البنات انا عايزه برضو اقول لحضرتك يعني انا الحمد لله لما قدرت ان انا اسافر، والناس بعد اول سنه يعني شافت ان انا قدرت، واحده من مصر هناك اصلا ما يعرفوش كانوا بصلك ازاي. ما انا عايز برضو اعرف الكواليس دي، لاني معلش يا سام دايما بربطها بلعيب الكوره. احنا اول ما رحنا مثلا انا طلعت اوروبا نظرة برضو بتختلف، انت جاي من مصر ويعني ممكن تكون المستوى مش قوي، عاداتك تقاليدك اللغة، فكلميني برضو على الجزئية دي، ازاي كنت شايفينك وازاي اندمجتي واقنعتيهم انك لا انك جديرة تكوني وسطيهم كمان؟ انا كنت حابة الفكرة جدا. انا بدأت اتكلم مع الفرقة كلها والمدربين من قبل ما انا اسافر، كنت يعني كان بواصل لهم قد ايه انا مستنية ان انا اوصل هناك،
فمن اول ما وصلت هناك هما هناك احنا عيله واحده، اي حاجه بتحصل يعني كلنا بنشارك بعض فيها. الحمد لله كانوا حابيني جدا. طبعا ما كانواش يعرفوا اصلا انتوا ازاي مصر اصلا عندكم باسكت. الناس كلها اول ماتش ليا في ناس متفوقه بجد ما كانواش يعرفوا خالص اصلا انتوا وبنات كمان باسكت. الناس كلها اول ماتش جايين اللي هما مين البنت اللي من مصر اللي جايه جابوها في الفرقه عندنا جايين نتفرج عليها. قدرت الحمد لله ان انا على طول عرفت اندمج معاهم. هما كنت حاسه ان هو انا محبوبه اكيد. كان بيحصل لي فترات اللي انا مش يعني ومصر وحشتني واهلي وحشوني طبيعي. وفي حاجات غصب عني بقى طبيعيه بتاعه طبيعه المصريين بس يعني. كان دايما ببص لنص الكوبايه المليان واشوف اللي انا اللي هدف. بالظبط انا عايزه احقق، عايزه اوصل لحاجه، عايزه اعمل حاجه ممكن حد قبلي ما يكونش عملها، او اكتب اسمي في الجامعه دي يعني اقدر اعمل ريكوردز ليا واعمل اسم ليا هناك. والحمد لله اللي انا قدرته يعني سنه ورا الثانيه بكبر اسمي هناك. وكانت عامله علاقات الحمد لله يعني كتير جدا في الجامعه عندي، وكنت محبوبه فقدرت كل الناس كانت سنداني جدا وبقول لهم يقفوا معايا. يمكن يعني مامتي كنت بقعد احكي لها على الموضوع ده، بس لما جت شافتني وزارتني في تاني سنه لا صدقت قد ايه فعلا انا بقول لها انا فعلا حاسه ان انا اكني مع اسرتي. كانت شافت ده بنفسها، شافت من لغايه رئيس الجامعه، ودي لما هو يكون عارفني شخصيا وبيجي لي ماتشات، ولما عارف مثلا ان مامتي موجوده كان لازم يجي ويشوفها. فالحمد لله يعني اللي انا طمنتيها يعني هي جت اطمنت عليك بمعنى صح، اطمنت عليك وارتاحت يعني الموضوع. بعد الفاصل بقى نعرف احمد الفرصه ديت ما بتجيش لناس كتير، وانت رفضت رفضت امريكا، رفضت ان انت تحترف بره. طب انت ما جاش على بالك الكلام ده اللي بتتكلمت فيه نادين دلوقتي، انه ده هدف وان ده ما بيحصلش كتير، وان انا لازم يكون عندي يعني شيء هحققه في حياتي؟ هعرف منك بقى الاجابه بعد الفاصل. فكر في الاجابه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، وطبعا نستكمل حوارنا الرائع مع العائله الاهلاويه الكبيره، لكن خلينا نتكلم سريعا على تصريح صلاح. محمد صلاح طبعا النهارده كان بيقام تكريم ليه من قبل اللجنه الخماسيه ووزير الشباب والرياضه. يمكن قال تصريحين مهمين جدا، قال برضو يعني كذا تصريح، لكن الاجمل في تصريحات محمد صلاح انه طبعا يعني الكابتن محمود الخطيب وجوده في هذا الحفل كان بالنسبه له شيء اكتر من رائع، وانه بيعتبر الكابتن محمود الخطيب هو مثل الاعلى ليه خلال مشواره كلاعب، وكمان مشواره على مستوى كرة القدم. ده طبعا شيء جميل جدا. على الجانب الآخر طبعا صلاح كان بيتكلم على مشواره الطويل، وان يمكن والدته بشكل او باخر كانت هي اللي واقفه في سكته شويه، لكن والده هو اللي ساعده انه يخش طبعا مجال كره القدم ويبقى نجم كبير من اساطير كره القدم على المستوى العالمي بشكل كبير جدا. ومحمد صلاح كمان بيأكد من خلال برضه تصريحاته شكره طبعا لسياده الوزير واللجنه الخماسيه، وبيوعد ان شاء الله انه دايما هيكون تحت امر مصر في جميع الاوقات. هو ابن من ابناء هذا الوطن، ودايما لا يبخل جهدا ولا مجهودا على منتخب بلده. طبعا كلام يعني كلام مهم جدا من نجم كبير. وهاخد كلام محمد صلاح واروح لضيوفي لاحمد، لان كنا بنتكلم وسام كان بتساله قبل الفاصل على موضوع الاحتراف، وان احنا شايفين محمد صلاح ما شاء الله عمل طفره كبيره جدا في اسماء حتى المصريين على مستوى العالم كله، وتجربه الاحتراف اللي انت صدفتك من خلال مشوارك، لكن كان في يعني في وجهة نظر مختلفة انت شفتها بشكل مختلف. عايزين نعرف لما جالك عقد احتراف في امريكا كنت بتفكر في الموضوع ازاي وايه اللي حصل فيه؟ طبعا انا جالي عقد احتراف وانا عندي 16 سنة. كان ساعتها قاعد معايا مسؤولين في النادي قالوا لي احنا محتاجينك، هتاخد كتير، هتلعب كتير الفترة الجاية، تقدر تشيل في دوري الجامعات الامريكية؟ لا في النادي. انا معايا مسؤولين في النادي الاهلي. فانا ساعتها الصراحة يعني كنت بفكر فيها ان انا برضو دي فرصه كبيره ان انا العب في النادي الاهلي دي وانا صغير، دي حاجه ما بتجيش لناس كتير. صحيح. برضو انا عوضت يعني ان انا برضو ما سافرتش، ان انا قدرت احقق بطولات من وانا سن صغير، يعني دي حاجه برضو كانت كويسه. يعني انا مش هبقى ندمان ان انا اخترت اخير يعني نقعد في النادي الاهلي، يعني ده في الاخر ده بيتي. وطبعا يعني كانت احسن حاجه، وانا كنت شايف ان ده كان ساعتها في الوقت ده كان قرار كويس ان انا اقعد في النادي الاهلي.
قدرت اعمل اسم من وانا صغير، قدرت اخد بطولات من وانا صغير، دي كانت احسن يعني بالنسبه لي ساعتها. طمنا على الاصابه، انت كان عندك اصابه، قول لي وصلت لحد فين ان شاء الله ممكن ترجع امتى؟ الحمد لله يعني انا يعتبر في يعني في الاواخر يعني في التاهيل. كانت عباره عن ايه يا احمد برضو عشان الناس اللي مش عارفه؟ كان عندي حاجه في الغضروف الخارجي، كان عندي قطع، وكان عندي مشكله في الصليبي، وكان عندي قرحه. كانت اصابه ملعب يا احمد ولا كان تدريب ماتش ولا ماتش؟ في الدوري السنه اللي فاتت مع في ماتش مع الاتحاد السكندري. اوكي. حصلت يعني الاصابه. الحمد لله يعني انا يعتبر خلاص في اخر فتره التاهيل. انا طبعا بمناسبه بقى التاهيل انا لازم يعني بصراحه اشكر الدكتور علاء شاكر على المجهود الكبير قوي اللي بيعمله معانا، واشكر كابتن علاء رجب وكل الدكاتره هناك وكل المدربين اللي هناك، واشكر دكاتره العلاج الطبيعي. احب يعني اشكر بالاسم دكتور محمد وفائي، دكتور احمد حسن، الناس دي فعلا وقفت معايا كتير الفتره اللي فاتت. فتره الاصابه دي بتبقى صعبه وطويله، طول 19 شهور. فيعني ان شاء الله الواحد يرجع احسن من الاول يعني باذن الله، ويقدر يساعد الفرقه السنه دي. كابتن علاء شاكر من كمان لسه بتكلم معاك قبل الفاصل، كابتن علاء شاكر من يعني من الناس العظام في التاهيل الرياضي وتاهيل الملاعب، ومن ايام ما كان معانا ايام الكابتن محمود الجواري. وانت قلت لي كمان انك يعني من خلال تاهيلك هناك ان شفت كمان محمود متولي، كمان محمود متولي طبعا لاعب النادي الاهلي بيتاهل عند كابتن علاء. دي حقيقه. محمود صاحبك؟ احنا يعتبر صحابي، اخويا الكبير يعني محمود. طبعا انا يعني انت اللي عزمته على السمك يوم الخميس ولا هو اللي عزمك؟ لا انت متراقب، خلي بالك انت متراقب. لا محمود هو الصراحه عزمنا في اسماعيليه عنده. حلو الصراحه، كانت عزومه كويسه جدا. حلو ده. نادين كمان حظك حبيبتي وحش، انت رجعتي انضمتي للفريق، اتصبتي كمان اصابه الغضروف. صح؟ برضو دكتور علاء اللي بيعالجك ولا ايه؟ طبعا دكتور علاء. نعرف بس دكتور علاء شاكر الصراحه، واسطوره في العلاج الطبيعي. حسدت يا نادين؟ الحمد لله ما قدرتش الصراحه، الحمد لله. بس يعني اول لما رحت له شافني طمني، وهو احلى حاجه ان هو فعلا يعني مركز ومعايا، والحمد لله قدرت احس اللي انا احسن من الاول في خلال ايام، كل فتره يعني كل كام يوم بتحسن كويس. وهو الاهتمام هناك كويس قوي قوي قوي. تطمنك امتى ان شاء الله الموضوع يخلص؟ ان شاء الله يعني قريب، يعني من الاسبوع الجاي كده هبتدي انزل واحده واحده. حلو. واللي بعديه نفس الكلام، فان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله الشفاء يتم سريعا. هروح لكابتن محمد، هو صديق شخصي برضه، وكابتن علاء طبعا. وكان هو من يعني هو من الناس اللي يعني كنت انا بتعالج معاه برضه وانا لسه بلعب، فصديق من فتره بعيده، وجاري كمان. لا واعتقد ان حضرتك برضه عشيرته كتير جدا. سنين طويله في المنتخبات، ساحر بصراحه. يعني هو ما شاء الله يعني على مستوى التاهيل، ولسه احمد بتكلم معاه هو بيدوس عليك التمرين. بس ادب اخلاق احترام كل حاجه بصراحه. هاخد حضرتك في جزئيه مهمه جدا كمان، كنت بقول ان محمد صلاح كان عمل تصريح وكذا بيان، هاخد من الاجزاء المهمه كمان من بيان صلاح انه يعني سعيد جدا بوصول نادي الاهلي ونادي الزمالك للبطوله الافريقيه او النهائي الافريقي، وقال يا ريت تكون دي فرصه لنبذ التعصب. دي الرساله كمان اللي قالها الدكتور اشرف صبحي، كمان بياكدها محمد صلاح، وبيقول انه شيء جميل حتى على المستوى زي ما قلت لكم، المباراه ديت مش بس افريقيه، دي مباراه عالميه. محمد صلاح بيقول ان المباراه ديت هتعكس بشكل كبير جدا صوره الكره المصريه بشكل كبير، وده شيء ايجابي للكره المصريه ان يكون طرفي النهائي الافريقي هو النادي الاهلي ونادي الزمالك. هاخد من ده استاذ محمد واكلمك في نقطه مهمه جدا اتكلم عليها محمد صلاح، التعصب. الاجواء كانت ايام حضرتك ازاي؟ والتنافس كان الاهلي والزمالك والاتحاد، العلاقة الجماهير وعلاقة اللعيبة ببعض، كان في نوع من أنواع التعصب الموجود دلوقتي، ولا أنت شايف الموضوع اتغير بشكل كبير؟ لا هو ما كانش فيه بصراحة، الموضوع اتغير جدا جدا، وخد طريق غير الطريق المستقيم بتاعه، وخاصة الفيسبوك والكتابة والحملات اللي هي بتبقى ناس مغرضة وكده. لكن احنا كنا لعيبة بنحب بعض، وكنا الأهلي والزمالك قاعدين مع بعض، وأهلي والاتحاد، وكنا برضو نفس العملية. لكن التعصب اليومين دولت
تعصب زاد جدا جدا جدا، وده بحاجه يعني بتخلي الصوره بتاعت صورتنا حلوه بس بتخليها الصوره مش كويسه، بتعكس صوره غير سليمه عن يعني طبيعي. حضرتك كابتن كنت هداف الاولمبياد في يوم من الايام، وافتكر برضو ان السوشيال ميديا وجزء من التعصب اللي احنا فيه ما بين الجماهير والمشاحنات جزء كبير قوي عملها السوشيال ميديا. لو كان بقى على ايام حضرتك وبحقق الانجاز ده كانت هتفرق في ان هي تلفت النظر للدور ده وللعيب الكبير ده؟ لا والله الحمد لله، يعني احنا برضو خدنا قدر كبير جدا من حب الناس، وطبعا النادي الاهلي بيلمع اي حد وبيزود البريق عند اي حد، والحمد لله يعني كان دافع لينا ان احنا نحقق اكتر. وكل ما كنت انا اجيبها مثلا زي هداف ابقى اتمنى الدوره اللي بعديها، والحمد لله انا كنت هداف جميع الدورات العربيه الافريقيه اللي يعني حتى الاولمبيات الحمد لله، وكاس العالم برضو عملت فيه ريكورد كويس. بس هي ال ما احترقتش ليه يا كابتن؟ والله جالي برضو بس زي احمد برضو، بس فضلت النادي الاهلي. انا فعلا جالي وانا فضلت جالي وانا فضلت ان انا اتنقل من نادي القاهره للنادي الاهلي. هو ده بس الانتقال الوحيد اللي حصل في حياه كابتن محمد السلام. يعني الاحتراف جالك كابتن قبل كمان يعني وانت بتلعب في نادي القاهره كان جالك عرض احتراف؟ ومن خلال نادي القاهره على فكره طلعت احترفت موسم قبل ما اروح النادي الاهلي في الامارات. والله كان سنك كام يا كابتن؟ كنت لسه يعني كنت حوالي 18 19 سنة. يعني يعتبر برضه سن صغير ما شاء الله يعني. فمن خلال نادي القاهره يعني كنت لسه ما انتقلتش الى بس كنت كاساسي في منتخب مصر وبعد ما لعبت مع منتخب افريقيا برضه جالي عرض، بس برضه فضلت ان انا بقاء في النادي الاهلي. نادين كنت بتقولي لي بقى تحت الهواء انه انت بتفكري لا بعد فتره كورونا انت جات لك عروض اوروبيه كمان مش بس من امريكا، انت بتفكري انه بعد كورونا ان انت تستمري في الاحتراف بره مصر صح؟ منتظره جائحه كورونا ان شاء الله يعني تعدي على خير، مستنيه ايه تاني؟ يعني انت حلمك ايه السنه الجايه ان شاء الله؟ انا نفسي كالسنه دي اقدر اساعد الاهلي. طبعا احنا بقالنا كذا سنه الحمد لله بنقدر نكسب الدوري ودوري العام دوري المرتبط وكاس مصر ونقدر نحقق البطولات دي، بس انا بامل ان انا احقق بطوله افريقيا السنه دي مع النادي الاهلي اول مره في تاريخ النادي الاهلي للبنات. فطبعا ده يبقى انجاز كبير جدا. الناس كلها في النادي لما كانت بتتكلم معايا كانت بتتكلم معايا لا احنا عايزين افريقيا وعايزين بطوله عربيه وعايزين نحط الاهلي في البوزيشن المفروض يكون فيه، وبطوله ما دخلتش النادي الاهلي وكده. فدي طبعا حاجه انا باملها وان شاء الله يعني نقدر نحققها السنه دي. كأنا كنادين بعد السنه دي طبعا انا نفسي اكمل احتراف موجودي في نادي الاهلي اوريدي، ده احتراف ليا وخبره ثانيه خالص، والخبره اللي انا كسبتها اوريدي في امريكا برضو انا الحمد لله حابه ان انا انقلها للناس يعني الصغيرين حتى اللي طالعين من نادي الاهلي. فدي طبعا دي حاجه ليا كويسه جدا، وان انا ان شاء الله لو جالي فرصه يعني بعد يعني عقدي لما يخلص مع النادي لو جالي فرصه احتراف الاهلي يعني كده كده ناويه تطلعي يا رب ان شاء الله. طب يعني ايه رأي ماما هم بقى؟ هم معايا لا معايا تمام اكيد لا مامتها بصراحه يعني هي شايله حمل كبير جدا جدا في المواضيع دي يعني فعلا. فعلا مع نادين واحمد ولا مع نادين بس؟ معانا كلنا معانا اقدر اقول لها معانا دي اجابه سياسيه جدا على فكره اجابه سياسيه جدا. هي تقول مدام ايمان البدراوي. اهلا بيك يا مدام ايمان. مدام ايمان البدراوي اهلا بحضرتك منورانا في البيت الكبير ويعني الاسره وكان ناقصاكي بصراحه يعني القعده فبتشاركينا عبر التليفون. قناه الاهلي منوره باستمرار. اهلا بيكي اهلا بيكي منورانا منوراني يا فندم. يا فندم لسه اهو بنقول سيره الاحتراف ونادين بتقول انها عايزه تحترف، فبقول لها ايه راي ماما في الموضوع دوت؟ فطبعا الاستاذ محمد بيقول لا ده هي شايله همنا كلنا بما فيهم انا يعني. لا هو طبعا يعني انا مش هقف دايما ابدا في طريق مستقبلها لو هو ده، يعني انا دايما حابه ان هي تكمل وتكبر في المكان اللي هي فيه والطريق اللي هي اختارته يعني. بس ده يعني ده بجنب حياتها اي ام بتتمناها لبنتها يعني الاستقرار برضو انها تنجح في عملها، يعني وهي الحمد لله ما
قادره تعمل التوازن ده في الدراسه واللعب، والحمد لله كانت عامله شغل كويس، فان شاء الله تكمل على كده. يعني هي اللي بتحافظ على التوازن ده مدام ايمان، ولا انت اللي حريصه ان انت لا ما تخليهاش يعني تلتفت لاي حاجه غير ان هي تدرس وتحترف او تلعب اللعبه؟ يعني انت حضرتك اكيد عليك الدور الاكبر ده. اكيد طبعا، هو لازم مهم ليهم ودايما، مش هي بس كلهم الحقيقه أكيد. يعني كان لازم قوي الاثنين يمشوا مع بعض. الناس دايما بتفتكر ان الرياضه بتاثر على الدراسه، لا الحمد لله بالعكس، دايما العقل السليم في الجسم السليم. ودي يعني رساله بوصلها لكل الاهالي، ما تخافوش انكم تلعبوا اولادكم رياضه، بالعكس بتحميهم من حاجات كتير جدا، بتبعدهم عن حاجات كتير جدا، صحيح. بتشغل وقتهم ووقت فراغهم، بتخليهم مركزين في اللي هم عايزين يحققوه. فالحمد لله، يعني الحمد لله ان هم قادرين الثلاثة الحمد لله ينجحوا في المجموعة في الموضوع ده، يعني الحمد لله. وحضرتك برضو كنت لعيبة يعني ما شاء الله هايلة في النادي الأهلي. الحمد لله. مين احرف بقى؟ انا عارفه انك هتقولي نديم، بس يعني لا مش هقبل انا بالإجابة. هي عايزه تعرف من حضرتك يعني على المستوى الفني حضرتك كنت افضل، ولا انت شايفه نديم ممكن تكون على المستوى الفني افضل؟ لا طبعا انا اتمنى، لا هي اكيد افضل. اتمنى طبعاً. يبقى انت شايفه ان انت افضل. لا طبعا. صح؟ يعني ماما كده ما اقدرش اتكلم. طبعا هي افضل. لا طبعاً. وفرصتهم احسن مننا. يعني احنا لما جات لي برضو فرصه الاحتراف دي وانا تحت برضو 16 سنه في النادي الاهلي اللي انا اطلع امريكا، طبعا الاهلي رفضوا يعني، وانا كنت زعلانه جدا يعني فعلا. طبعا كنت عشان كده بتشجعيها اصلا. الموضوع كان اصعب يعني في الوقت ده، مظبوط يعني. حتى يعني نادين كانت حتى اللي احنا نلعب رياضه بس كان صحيح صعب. صح. مش بس نسافر. فالحمد لله ان هي جت يعني الموضوع، عشان كده انا كنت مشجعاها جدا يعني، لا روحي وخدي التجربه وانا واثقه فيها وكلنا واثقين فيها وهي قد المسؤوليه الحمد لله. كمل مسيرتك. بتكمل مسيرتها. وده خلي بالك يعني العائله الرياضيه دايما وتفاهم، وحضرتك كنت لعيبه كبيره في النادي الاهلي، فعندك بيوصل لك نفس الاحساس اللي كان واصل لك وانت حضرتك بتلعبي يعني الاحساس ده. وصل انا ما حبيتش ابدا احرمها من ان هي تخوض التجربه دي، لان اكسبيرينس كويسه قوي يعني. يعني الواحد اعتذر بدري بسبب برضه الارتباط بدري والجواز والولاد وكده، بس يعني فهم الحقيقه الواحد بيكمل الموضوع ده معاهم. لا يعني كملوا طول ما انتوا قادرين تكملوا. يعني انا كملت لعب لغايه ما كان احمد جه، يعني بعد احمد كمان يعني كريم وبعدين يعني احمد. لا انا كان كريم وبلعب كمان يعني. ما شاء الله. يعني قصدي كريم الولد الاولاني وبعد كده. أيوة. احمد فضلتي حضرتك يعني مستمر. ما بطلتش غير بعد ما احمد جه، يعني بقى الموضوع صعب بقى في طفلين انك بروح تمارين واسافر واروح واجي، كان الموضوع بقى صعب. فهم لا يعني لازم يكملوا يعني ان شاء الله. طول ما هم قادرين الرياضه ملهاش سن بصراحه. ده صحيح ده صحيح. وخاصة لو عندنا كانوا في الباسكت اسماعيل احمد، دايما بقول لاحمد كده بص 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 ما شاء الله عليه واصل لغايه قد ايه، عشان محافظ على مستواه ولياقته والتزامه وكل حاجه. 44 سنه صح؟ ما شاء الله ما شاء الله ربنا ما شاء الله يعني ما شاء الله احسن لاعب كمان ما شاء الله، ربنا يجيده يعني ويوفقهم كلهم يعني، ويديهم الصحه اهم حاجه يعني، ويبادل الاصابات يا رب. دي حقيقه. ويمكن طبعا يعني حضرتك كمان تتكلمي على نوع يعني انك تكمل مشوارك، واحنا وهاخد رايك راي حضرتك في النقطه دي. احنا كلاعبه كوره بالنسبه لنا فترات تواجدنا في ملاعب كره القدم دي من افضل فترات حياتنا. هل الكلام ده ينطبق برضو على لاعبات كره السله او لاعبه كره السله؟ اكيد احنا لغايه دلوقتي بنستمر وبنتقابل، وبيبقى في تجمعات لينا ان احنا نروح نلعب زي فان داي كده كلنا مع بعض، بنعمل بطولات. يعني عندنا كابتن حرب الغنام ماسكه في اتحاد الباسكت، اللي هي اخت طارق الغنام ماسكه في اتحاد الباسكت، على طول بتعمل لنا لقاءات كده، بنروح كلنا نتجمع من القاهره واسكندريه ونسافر ونلعب. طب حلو يعني. حلو. يعني لسه مرتبطين بملعب كره السله طبعا. اكيد بالزبط. اكيد بالزبط. اكيد احنا ومع اولادنا وبنروح، بتبقى الموضوع لطيف جدا يعني. بنتمنى للعيله دي كل التوفيق مدام ايمان. شكرا جزيلا ليكي، شرفتينا.
شكرا لحضرتك. والدنيا برد، انا عارفه كابتن محمد حاسك بردان، بس انا عايزه حضرتك تكلمني بقى عن المسؤوليه اللي حضرتك دلوقتي ماسك دلوقتي لجنه الموهوبين، بتختار الموهوبين في اللعبه. كلمني بقى عن تعامل حضرتك مع اولياء الامور، وازاي بقى بيكون في التوازن ده ما بين رايك ما بين اقتراحاتهم او رايهم في بعض الاحيان. بتعمل ايه يا كابتن محمد في المسؤوليه دي؟ لا والله، هو انا هي دي حاجه طبعا اتشرفنا بيها من مجلس اداره النادي الاهلي، وكانت فكره يعني اعتقد رائعه منهم انه عملوا في العاب الصالات لجان لانتقاء المواهب واكتشافها برئاسه الكابتن رؤوف عبد القادر، في لعبه عملوها في الباسكت والفولي والهاندبول، واعتقد ان معموله في القدم. كابتن فتحي مبروك اعتقد رئيس برضه رئيس اللجنه، هو رئيس اللجنه، واعتقد ان دي هتثمر عن اشياء كويسه جدا جدا للنادي، لان كل لجنه بتضم نخبه من يعني من الناس اللي ليها اثار في يعني مثلا في السله في كابتن طاهر رجب وكابتن شريف علي، وفي برضه في الفولي في كابتن نور عطيه، وفي كابتن كان معانا الدكتور وجيه حمدي والدكتور فوزي فضالي، وكان يعني اللجنه فيها ناس ذو قيمه بالنسبه للنادي، خدمت لعبت عينيها كويسه تقدر تختار تطلع مواهب. حلقه وصل ما بين الاداره وبين المدربين او بين ونقدر بنشوف اللعيبه، بنشوف اللعيبه بره لو في حاجه، فبتوفر على النادي بدل ما تقدر تشتري دلوقتي اللعيب وهو صغير بثمن، بعد السنه بتلاقي الثمن ده بقى 10 اضعاف بعد السنة. فاللجنه دي يعني اعتقد انها كانت فكره رائعه يشكر عليها مجلس الاداره يعني، وكابتن رفعت عبد القادر برضه كرئيس للجنه عامل مجهود في الموضوع ده. مهم اللي بتقوله يا كابتن، ودايما انا حابب اربط برضه وناخد راي احمد في الجزئيه ديت اكتشاف المواهب. نتكلم على لو عندنا بعض الناس بتقول المواهب قلت شويه في كره القدم، يعني الاسماء اللي زي حضرتك عاصرت اجيال اسماء كبيره جدا جدا، وكانت الاسماء على مستوى الموهبه في انديه كتيره جدا. هل لو بنتكلم على كره القدم المواهب قلت، حضرتك شايف برضو المواهب كره السله هل في مصر قلت مواهب كره السله؟ واحمد برضو يشاركنا الحوار لانك انت لسه دلوقتي اكتف وبتلعب، لما بتلعب الدوري بتشوف مواهب على مستوى عالي، ولا الجزئيه دي قلت شويه في مصر يعني؟ لا الجزئيه ما قلتش، هو البحث والتدوير. يعني زمان حضرتك لما كنت بتلعب كان في كشافين، وكان في ناس بتروح وتشوف وعينها كويسه وبتجيب وبتشوف وبتراقب وبتجيب من درجه ثانيه وبتجيب وبيوصل لمنتخب مصر، ودي اكبر حاجه تجربتي. انا كنت في درجه ثانيه وكنت كنت في منتخب مصر ولاعيب اساسي في منتخب مصر، فاعتقد ان اللجان اللي موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله هتساعد في تطوير والبحث، وخاصة ان احنا عارفين كل لعبة بتحتاج ايه. باسكت محتاج طول، الفولي برضو بيبقى محتاج الناس المسؤولة عندنا عارفة محتاج يعني مواصفات معينة، مواصفات المعينة دي اللي احنا محتاجينها، بنبقى عارفين مراكز ايه اللي ناقصة. يعني ان شاء الله بدأنا نشوف شغل في الاكاديمية، نعمل تطور في الاكاديميات شوية بالنسبة للنادي، بدأنا نعمل مشاريع زي على العمالقة، بدأنا نعمل زي مشاريع اكتشاف المواهب. حلو قوي. وعلاقاتنا مع الناس في بره بقينا نتصل. فحضرتك شايف ان في مواهب بس يعني ندور عليها ونكتشفها، عايزه شويه بحث ونرعاها يعني وتدوير، لكن الموهبه موجوده. بس طبعا لا تقارن بموهبه يعني. لا تقارن موهبه بزمان. بابا دايما بيقول لي انتوا ما لعبتوش باسكت، انتوا ما بتلعبوش باسكت. على فكره احنا برضو الجيل ده بتاع الكوره بنقول للعيبه انتوا اصلا انتوا اللي بتلعبوه ده يعني، انتوا ما بتلعبوش باسكت، تعالي بقى اوريك الباسكت اللي بجد. بابا كان بيقول لي كده، تعالوا بقى اوريك الباسكت اللي بجد كده. اتفرجتي على بابي في فيديوهات طبعا؟ طبعا. انت شايفه ان الموهبه اختلفت يعني؟ معرفش بقى انا صح ولا غلط، ممكن يكون الريتم بقى اسرع شويه دلوقتي، كل حاجه اتصابت الريتم اسرع، لكن الموهبه نفسها وتقول لا ده تالنت وبيعمل شكل مختلف وتستمتعي بالسله اكتر، بكره السله اكتر في الماتشات القديمه ولا الماتشات الحديثه؟ انا شايفه ان الصراحه الاثنين مختلفين خالص، يعني جيلهم غير جيلنا تماما. انا شايفه ان هم احنا يعني هم تعبوا قوي
قوي قوي قوي عشان يوصلوا. يعني احنا كل حاجه سهله يعني الامكانيات دلوقتي اللي موجوده ما كانتش فعلا موجوده خالص. يعني حضرتك تخيل لو الجيل ده كان موجود في وقت السوشيال ميديا فيه ده كان مسيطر كان عامل ازاي. ده كان يعني الدنيا كانت يعني اختلفت خالص. حظهم ما كانش فيه سوشيال ميديا ده بس الحمد لله ان هم قدروا يكسبوا فعلا حب الناس. كانوا بيلعبوا على طول في اسكندريه وقدروا يعني اسكندريه كلها بتحب الباسكت. ويعني بابايا وكابتن محمد ورده وكابتن عمر ابو الخير كل الاسامي كلها معروفه والناس كلها بتحبهم جدا وما فيش اي حته تروحها ما يتكلموش على الباسكت ويعني يقولوا اساميهم. فهم برضو الحمد لله قدروا ان هم يعملوا يكونوا علاقه بدليل ان احنا ما حققناش بطوله افريقيا لحد النهارده من 84 كم سنة 35 سنة يعني ثلاثة 37 سنة. طب عايزين ناخد أحمد ما أنت دلوقتي أكتف برضو يعني خلاص. هي نادين قالت هو في اختلاف أجيال ما رأيتش مين أحسن ومين أوحش. خلي بالك هي بتقول في اختلاف في الأجيال شوية. أنت إيه رأيك؟ يعني إحنا بنناقش جيلين يعني جيل بابا والإمكانيات الكبيرة الفنية ولا الجيل الحالي إمكانيات الكبيرة على مستوى التجهيز اللعيبة يعني. لا هو طبعا في فرق بين الجيلين كبير قوي. يعني هو الباسكت اختلف عن زمان جدا. الباسكت بقى اسرع. الباسكت قوانينه اتغيرت. يعني في قوانين معينه اتغيرت في اللعبه عشان تبقى اسرع. فيعني انا شايف ان يعني الباسكت بقى اصعب. بس هو فعلا الجيل بتاع زمان بقى أصعب. يعني القوانين القوانين دي ما بقتش في صالحكم اللعبه. لا في قوانين الاتحاد الدولي عملها عشان تسرع يعني تسرع اللعبه اكتر. انت عارف فكرتني بايه؟ بالقانون اللي عمله الاتحاد الدولي عشان انا وشوبير عشان يسرعوا عشان ده انت عارفه عشان برضو يسرعوا عمليه ان يكون في ريتم اسرع. منعوا طبعا ان يكون يعني يمسك كره بالدي فده صعب عليك. الكره تلمس الحلقه تتجدد. كان زمان ممكن تتجدد 30 ثانيه دلوقتي تتجدد 14 ثانيه. بقى اللعب بقى سريع اكتر. اما يعني هم سرعوا شويه في قوانين كتير اتغيرت. زمان كانوا بيلعبوا شوطين كل شوط 20 دقيقه دلوقتي اربع شوط 10 دقائق في اربعه. ففي قوانين كتير قوي في اللعبه اختلفت. بس طبعا كان في ناس فعلا كتير موهوبه زمان بجد. يعني انا الواحد لما بيتفرج في الجيل وحتى في الجيل في السبعينات كان في كابتن عادل شرف ده برده كان من اللعيبه الكبيره جدا. كابتن مدحت ورده الجيل ده كله كان فعلا في ايكونز كده في الجيل ده. فعلا الجيل ده قدر يعمل حاجات كبيره قوي لمصر. يعني انا شايف ان احنا هم صعبوها جدا علينا. بس يا احمد المنتخبات الافريقيه كمان بقت اقوى. يعني زمان ما كانش يعني ما لا كانت منتخبات زمان قويه جدا. لا كان دلوقتي بقت اقوى افتكر. دلوقتي اقوى طبعا. صح كابتن محمد. يعني احنا الاول كنا بنروح نتفسح والكابتن هاني عارف كده. كنا بنروح افريقيا نتفسح يعني بتبقى ضامن يعني رايق. ما كده كده هيلعبوا يعني غير مربع كده كده مالي. يعني حتى منتخب افريقيا لما لقيت لعب واتعامل منتخب افريقيا كنت انا ومدحت ورده وعمرو بخير فيه من ثلاثه من مصر. ما كانش افريقيا يعني احنا لغايه بطوله افريقيا دي وبعد بطوله افريقيا دي كنا احنا متسيدين القاره. ما فيش مقارنه بالنسبه للدول العربيه او الدول الافريقيه بالنسبه لمصر. دلوقتي بقى المستوى اعلى كابتن محمد. يعني احنا كلاعيبه قدرنا برضو. يعني كان صعب جدا ان اسماء تتعرف في الوقت بتاع لعيبه الكوره. الكوره مسيطره مظبوط سيطره كامله يعني. لكن عشان الناس تعرف تعرف اسماء لعيبه في العاب ثانيه كانت الموضوع مش سهل خالص يعني. هو الباسكت يعني دلوقتي رايح في الاتجاه ده. يعني الباسكت فيه اهتمام دلوقتي كويس جدا من اتحاد الباسكت. يعني انا في تصفيات افريقيا في اخر الشهر. اتمنى لهم يعني التوفيق. اتمنى للفريق التوفيق وان شاء الله نكسب. البطوله تبقى في اسكندريه. النادي الاتحاد السكندري هو اللي منظمها. اتمنى ان هم يكسبوا. في صعوبات في المعسكر الخارجي حتى كانوا يعني المفروض كان بكره في معسكر خارجي بس عشان اجراءات كورونا فالمعسكر اتلغى. هم محتاجين كانوا يلعبوا ماتشات وديه اكتر. بس انا يعني انا واثق في المنتخب واثق في الرجاله كلها في المنتخب. عندنا مجموعه قويه برضو. عندنا كابتن احمد مرعي المدير الفني طبعا وبرضو مدرب نادي الاتحاد السكندري مدرب كبير وله اسم كبير. ويعني ان شاء الله نعدي الويندو دي عشان يعني نبقى الدنيا تسهل يعني تبقى سهل علينا شويه في شهر 2. يعني احنا عندنا ويندو في شهر 11 ويندو في شهر 2 ويندو في شهر 6. محتاجين نجمع اكبر عدد نقط عشان نوصل لافريقيا. انا بايدك تماما كمان. يعني انا اعتقادي الشخصي في الفترات الاخيره كمان على مستوى مش على مستوى كره القدم بس هي اللي واخده الشو. انا اعتقادي الشخصي كمان ان في اهتمام بكاس عالم هاندبول في يناير جاي. بيتكلم على هاندبول في كاس عالم في اعتقد في تنس دلوقتي في بنت ميار ما شاء الله محققه ارقام كبيره جدا. عندنا ابطال العالم في الاسكواش.
يعني يمكن كره القدم طبعا هي طبعًا. هي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن التوفيق للاهلي طبعا يوم 27 ده اهم حاجه. لعبت يعني كوره اهم أحمد. حاجه اهم من اي بطوله يعني، ده اغلى بطوله يعني اظن لجماهير النادي والمجلس الاداره الحالي، هم كل الناس عايزاها، كل الجمهور عايزها. لو في جماهير هتروح النادي أكيد هتروح الاستاد. كنت موجود في ماتش السيمي فاينل، كنت موجود في ماتش السيمي فاينل وان شاء الله هكون موجود في الفاينل وان شاء الله هنكسب. يعني انا متفائل جدا بالبطوله دي، مش عايزين نقول التاسعة لغاية ما تيجي يعني. ما في ناس بقى بدأت تتشائم ما تقولوش التاسعة، فاحنا لا لا ان شاء الله ان شاء الله الجيل ده يعني قادر ان شاء الله ان هو يكسب بطولة افريقيا ان شاء الله. هو بصراحة كمان يعني كمجلس اعتقد ان ما فيش يعني ما اثرش مع اي لعبة جماعية يعني، يعني قول الكورة ممكن يكون وضعها مختلف شوية، لكن بقية الالعاب الجماعية اعتقد ان في مجهود جامد جدا جدا من مجلس الاداره ومن النشاط الرياضي في جذب لعيبه مميزه تستحق انها تبقى في النادي الاهلي. ده حقيقي. وحضرتك كمان انا من متابعتي القليله شويه كمان على مستوى ما بيجيبوش بس لعيبه محترفه في الكوره، لا ده احنا دلوقتي عندنا بيحاولوا ولد وبنت، في واحد وفي فرقه البنات عندنا دين في بنت امريكيه وفي ولد برضو امريكي بيلعب في فرقه الولاد من السنه اللي فاتت. واحنا عارفين ان كمان العقود بتبقى عقود مقبوله، عقود بالنسبه للمحترفين. معلي البادجت في المحترفين فعلا بقاله سنتين. أوكي. يعني بنجيب محترفين يعني فعلا يعني هاي ليفل، يعني في البنات واحده كانت بتلعب في الدبليو ام بي اي، فده يعني اقوى دوري في العالم. بالظبط. وجايه مبلغ كبير جدا يعني، حتى كانت معديه فرق الولاد الفلوس يعني بتاخد يعني معديه فرق ولاد، في فرق ولاد مش عارفه تجيب اللي جايبينه احنا في البنات. مش فرق بره الاهلي، مش الاهلي يعني الاهلي كده كده بره النادي الاهلي. عندنا اليكس يانج ده محترف على اعلى مستوى، احترف في اوروبا كتير، هو معانا من السنه اللي فاتت ومستمر معانا السنه دي. احنا الدوري عندنا محترف واحد بس، الا لو هنلعب بطوله افريقيا او بطوله عربيه بيبقى 3 و4. فهو يعني انا شايف مجلس الاداره السنه دي عامل فرقه كويسه جدا، جبنا 2 لعيبه كويسين جدا، عمرو الجندي وعمر طارق، دول من لعيبه قوام منتخب مصر، من احسن 2 يعني من احسن لعيبه في منتخب مصر. الناس دي كانت شايله فرقها، اللعيبه دي عندها شخصيه النادي الاهلي، واحسن حاجه في النادي ان هو ما بيجيب يعني في لعيبه ما بيجيبها، بيجيب اللعيبه اللي هي عندها الشخصيه بتاعت النادي يعني. مش بنجيب اللعيبه اللي هي يعني، لازم اللعيب يكون مواكب السيستم بالظبط، ده مهم جدا للنادي يعني، يعني مش بس موهبه يعني. صحيح. هو يعني احنا اهم حاجه بيبصوا لحاجات بعيدة عن الباسكت يعني، بيبصوا على الاخلاق، بيبصوا على الشخصيه، بيبصوا هو قاعد حتى على البنش بيعمل ايه، بيشجع فريقه ازاي. طبعا اللعيبه دي كبيره وهتبقى اضافه لينا. موسم السنه دي صعب فعلا، الموسم السنه دي صعب. الاتحاد السكندري برضو فرقه قويه جدا طبعا، فرقه قويه، وهو داعم كمان السنه دي لعيبه كويسه جدا. بس ان شاء الله يعني السنه دي اتمنى يعني ان شاء الله ان احنا نكسب كل البطولات باذن الله ان شاء الله. واحنا كمان نتمنى. انا عايزه بس نديم بقى توجه كلمه، انا عارفه ان انت عندك فانز كتير جدا دلوقتي. عايزاكي تقولي لي بقى يعني توعديهم بايه الفتره اللي جايه، نفسك انت تحققي ايه الفتره اللي جايه، توعديهم بايه؟ انا نفسي كلاعب في النادي الاهلي زي ما قلت لكم، ان انا اقدر احقق بطوله افريقيا للنادي. وده ان شاء الله يعني وعد يكون من مني ومن فرقتنا، لان اللي احنا نقدر نحققها السنه دي، وهي بنسبه كبيره جدا الاهلي هيقدر يستضيف البطوله في النادي الاهلي ان شاء الله. وطبعا لو في دعم جماهيري الموضوع هيبقى مختلف جدا طبعا، هيختلف جدا طبعًا. جدا جدا. واحتمال كبير جدا الاهلي برضه يخش في البطوله العربيه، فدي برضه بطوله تبقى كويسه جدا ومنافسه كويسه قوي لينا، يعني والاحتكاك كده كده هيخلينا نبقى كويسين للمنتخب ده صحيح. فطبعا بينعكس على منتخب مصر وينعكس كمان عليك انت يا نادين في الخبرات طبعا. وان شاء الله يساعدك كمان يا رب. امريكا برضو ولا في اوروبا يعني؟ لا اوروبا ان شاء الله. احسن دوله في اوروبا في الباسكت يعني اسبانيا ان شاء الله. الدوري الاسباني ان شاء الله، الدوري الاسباني ان شاء الله. نادين شكرا، شرفتينا والله يا حبيبتي، ربنا يخليك. شرفتنا يا كابتن احمد، ربنا يخليك، والكابتن الكبير محمد السلعاوي، شرفتنا جدا جدا يا كابتن. الله يخليك، ده احنا اللي شرفنا في وجودنا في القناه المحترمه دي، ومعاكم طبعا مذيعين متالقين دايما وبالتوفيق دايما،
كابتن هاني انا اول مره يعني تقابله؟ لا قابلته بس اول مره كاعلامي. طبعا مش اخر مره برضو. انا مش اعلامي، هي تجربه يعني الواحد بيحاول فيها طبعا. لا ان شاء الله تجربه ناجحه. ربنا يخليك. وبرضو احنا انا في الاخر برضو بحب اشكر طبعا النادي والمجلس على الدعم اللي هو دعمه لاسرتي، يعني سواء احمد او نادين كانوا مهتمين جدا وهي بره، مهتمين لما جت وعايزين يضموها وبيتابعينها وهي هناك، والكابتن رؤوف بصراحه برده كان متابعهم وكده، ودي عاده النادي يعني وحاجه مش غريبه. انا بشكر حضرتك اولا على التاريخ الكبير اللي حضرتك عملته لحضرتك والاسمك والتاريخ النادي الاهلي، وبشكرك على ما شاء الله على احمد وعلى نادين وعلى كريم امتداد لتاريخ حضرتك ما شاء الله، يعني على مستوى البطولات على مستوى الاخلاق ولاد فعلا النادي الاهلي. بنشكركم، وطبعا ما ننساش طبعا الام ودورها الكبير اللي هي السبورت. مش هتدخلنا. ايوه انا لحقتك برضه. انا لحقت، انا شفت عليك بتبص لي فهمت. فطبعا تحيه ليها، تحيه كبيره جدا وبشكرها. تستاهل بصراحه كل خير، لانها هي اكتر واحده تعبت والله. صحيح، اكيد على راس المنظومه دي، واكيد ليها طبعا الدور الاكبر. نشكركم شكرا جزيلا. اهلا وشكرنا لوجودنا معاكم، تشرفنا في البيت الكبير. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير، بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لـ1 في البيت الكبير. اتفضل.